عفى الله عنك، لو استغرق قضاء رمضان شوال هل يشرع اتباعه بست في اي صيام ست؟ نعم، اذا قدرنا ان الانسان كان عليه صوم رمضان كامل، اما بسفر واما بمرض واما بنفاس وصام شوال وانتهى شوال كله قضاء، فانه يصوم الايام السته في ذي القعده، لانه اذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته فكذلك النفل، ولان صوم رمضان صوم السته من شوال تابع لرمضان. اما لو تهاون في القضاء ومضت ايام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقض ما عليه من رمضان الا في اخر شوال ثم اراد ان يتبعه بالست من شوال فهذا لا يجزئه، لانه اخرج العباده عن وقتها بدون عذر.